قلبي اوت كيو تؤكد لم يكن الجميع متساويين في الحقوق. لا احد يلومكم. اصبحت مساحه التغطيه اوسع، بل اضف الى ذلك بالنسبه لل بي اوت كيو نظامها الداخلي كان محكم، ولذلك نحن امام مشكله حقيقيه فظيحه. نحن امام اهانه. الاخوه الكرام، من المسؤول على كل هذا؟ احنا بهذل، احنا فظيحه. ما هيش مهزلة، ما هيش فضيحة، هذا زلزال وهذا تسونامي. يتغير الشكل ويتجدد، وتبقى المبادئ والأهداف والرسالة. لا 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 للاحتكار. على العهد مع جمهورها لا تخذله ولا يخذلها. هارد لك.